الاتصال بالرقم 911 ينقذ حياة الكثيرين كل يوم. مرحبا، اسمي ريك سيرا، رئيس دائرة هاردلاند للإطفاء والإنقاذ. أخدم بفخر مدينة الكاهون ولاميسا وليمون جروف. هدفنا توفير خدمات ممتازة لمجتمعنا. والآن نقدم لكم بعض فوائد الاتصال بالرقم 911. ماذا يعني الرقم 911؟ مشهد يبدأ بمقطع اتصال هاتفي خلوي على الرقم 911. 911 هو رقم هاتف تليفون للاتصال بدائرة الشرطة أو الإطفاء أو الإسعاف عند الحالات الطارئة والفورية. متى يجب علي استخدام الرقم 911 للاتصال بدائرة الإطفاء أو الإسعاف؟ إذا كان هناك حريق، أولاً يجب إخراج جميع الأشخاص خارج المنزل، ومن ثم الاتصال بالرقم 911 من هاتف الجيران أو من هاتف النقال الخلوي. عندما يكون هناك شخص لديه حالة طبية طارئة مثل ألم في الصدر وعدم وجود استجابة منه، أو قد تناول جرعات زائدة من الأدوية أو المخدرات، أو قد تعرض لحالة اغتصاب أو حروق أو جروح عميقة أو تقيؤ دم مع صعوبة الكلام المفاجئ، أو أصيب بجروح عميقة مع ظهور عظام مكسورة ونسف لا يمكن إيقافه. لقطات مختلفة من حالات طبية طارئة مثل ألم في الصدر ونزيف وحالات إغماء. متى لا يستوجب الأمر الاتصال بالرقم 911؟ في الحالات التالية: عندما تحتاج إلى إعادة تعبئة أدويتك، عندما تشعر بإصابات بسيطة مثل البرد والإنفلونزا، أو جرح بسيط في أصابع اليد أو القدم. إذا كان لديك اضطراب نفسي بسيط خال من أي مرض أو إصابة. إذا لم يكن لديك حالة صحية طارئة. ماذا يجب أن أفعل عندما أتصل أنا بالرقم 911؟ إذا أمكن اتصل من هاتف المنزل الأرضي، لأنه سوف يدلنا تلقائيا على عنوانك أو محل تواجدك. ملاحظة: الاتصال عن طريق الهاتف النقال لا يعطينا مكانك أو عنوانك الصحيح. ابقى هادئا وتكلم ببطء في الهاتف. أجب على أسئلة مستلم المخابرة ولا تغلق الهاتف إلى أن يخبروك بغلقه. تستطيع الاتصال بالرقم 911 في الحالات الطارئة حتى وإن كنت لا تتكلم اللغة الإنجليزية. ابقى على الخط وسوف تأتي سيارة الإسعاف والإطفاء أو الشرطة. ماذا أفعل بعد الاتصال بالرقم 911؟ أولاً، ابقى هادئاً. إذا كانت حالة طبية طارئة، اجمع أدوية الشخص المريض أو المصاب مع تهيئة بطاقته الشخصية أو إجازة السوق وبطاقة التأمين الصحي. إذا تواجد شخص مضطرب نفسياً أو صاخب، ساعده ليكون هادئاً وحاول إبعاده عن مكان الحادث. إذا كان ممكناً، أرسل شخصاً إلى الشارع لاستقبال سيارة الإطفاء أو الإسعاف. ماذا يجب أن نفعل عند وصول رجال الإطفاء والمسعفين؟ مشهد يوضح كيف يبدأ المسعفون ورجال الإطفاء عملهم. ابقى هادئاً واجعل شخصاً واحداً فقط يجيب على أسئلة رجال الإطفاء والمسعفين. تعامل مع رجال الإطفاء والمسعفين باحترام، وكن متعاوناً ودعهم يقومون بعملهم، لأنهم يوفرون لك نفس العناية التي يوفرونها لك في غرفة الطوارئ. لا تكن محبطاً إذا لم ينقلوا المريض في سيارة الإسعاف، فهم يهتمون بك ويحاولون مساعدتك. مهمة رجال الأطفاء والمسعفين محترمة تماماً كمهنة رجال الشرطة، لذا يجب أن نعاملهم بكل احترام. إذا كان لديك أحد من أفراد العائلة أو صديق نقل إلى المستشفى بسيارة الإسعاف وأردت اللحاق به إلى المستشفى،
لا يجوز لك تتبع سيارة الإسعاف عن قرب لضمان سياقة آمنة، وابقى هادئا. إذا كنت تسوق وواجهتك سيارة الطوارئ بأضويتها مع صفارة الإنذار، يجب فورا أن تتخذ الجانب الأيمن من الشارع وتوقف مركبتك. إدارة مكافحة الحرائق لا تسمح لأي شخص مرافقة مريض دون سن 18 في سيارة الإسعاف ما لم يكن أحد الوالدين أو الوصي على الشخص المصاب. تذكر، إذا اتصلت بالرقم 911 لغرض ليس طارئا، فسوف تأخذ مكان شخص يكون حقا بحاجة للمساعدة. للحالات الغير طارئة بإمكانك الاتصال بالرقم 211 أو الخط الساخن 1-888-724-7240. مثلا إذا كنت مضطربا أو قلقا وتحتاج إلى أن تتكلم مع أحد. أنا أحد أصدقائكم في إدارة مكافحة الحرائق، نتقدم بالشكر والتقدير ونتمنى لكم السلامة.